قادت الحكومة يومه الخميس 14 صفر 1445 الموافق ل 31 غشت 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي. وفي بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 46-23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد أي الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-17-15 بتاريخ 28 رمضان 1438 23 يناير 2017، كما وقع تغييره وتتميمه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65-00 المتعلق، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27-22 لا سيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى 12 شهرا لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في 3 أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته. بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب الاشتراك إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 47-23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا السيد خالد أي الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-17-109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 5 ديسمبر 2017، كما وقعت تغييره وتتميمه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98-15 وذلك من أجل ترتيب الآطار على نسخ المادة 5 من نفس القانون وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني
مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك. إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 22920 بتغيير المرسوم رقم 221578 بتاريخ 22 من محرم 1443 31 أغسطس 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارة الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم الأول عفوا والرياضة، نيابة عن السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 221578 سالف الذكر بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها. وواصل مجلس حكومة أشغاله بالإطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 3223 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. إذن شكرا على أولا شكرا على الأسئلة المطروحة التي تهم جملة من القضايا اللي طبعا عندها رهينتها. غادي نبدا بالسؤال الأول المرتبط بالنظام الأساسي ديال موظفي وزارة التربية الوطنية. هذا الموضوع ديال النظام الأساسي ديال موظفي وزارة التربية الوطنية اللي تقريبا العدد ديالهم واحد 300,000، أكثر شوية أقل شوية ولكن أكثر شوية جو بونس، 300,000 موظف يشتغلون في وزارة التربية الوطنية. الحكومة في إطار النقاش ديالها مع النقابات في إطار الجولات الحوارية في إطار واحد المنظومة جديدة من أجل إصلاح القطاع ديال الصحة ديال التعليم، كان طبيعي جدا أن المدخل ديال الإصلاح يكون هو حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات من أجل حلحلة هذا الملف الذي تأخر طويلا جدا ولم يكن فيه أي مستجد. بشكل إرادي من طرف هذه الحكومة عبرت عن رغبتها في إعادة النظر في هذا النظام الأساسي. وطبعا هذا النظام الأساسي الجديد غادي تكون فيه مجموعة من القضايا التي كانت تثار حتى في هذه الندوة الصحفية حول جملة من القضايا اللي كترتبط بالمجال ديال التعليم. اشتغلت النقابات مع الوزارة المعنية بشكل مكثف والاشتغال مازال مستمرا، وكنتوقع انه في خلال يعني الاسابيع القليله المقبله، وكنظن السيد الوزير مع النقابات راه تكلموا على واحد الاجنده معينه، سوف يتم ان شاء الله الاعلان حول هذا المشروع الذي سوف يقدم اجابات مهمه جدا لاسره ديال التعليم، وغادي يحط الاسس الصلبه من اجل اصلاح المنظومه التعليميه. مشينا في المجال ديال الصحه عبر حوار صريح ومسؤول مع النقابات، حققنا مكاسب مهمه جدا، عملنا الاصلاح المرتبط بالمنظومه الصحيه بالقوانين الخمس التي تمت المصادقه عليها في البرلمان وهي الان يعني في طريق النشر، كاين اللي تنشر منها. عملنا مجهود على مستوى الاستثمار وجاء ميثاق جديد للاستثمار. هذه كلها هذه اللبنات الأساسية في مجالات ثلاثة محددة كنا المغاربة نتفقوا بأن هذه المجالات الثلاث هي الركائز الأساسية ديال الدولة الاجتماعية.
الدولة الاجتماعية هي الصحة للجميع. الدولة الاجتماعية هي التعليم للجميع ذو جودة، ويحقق ذاك المعادلة ديال أنه التعليم يحقق المصعد الاجتماعي لجميع أبناء المغاربة كيف ما كانوا، سواء كانوا في البادية ولا كانوا في العالم القروي ولا في العالم الحضاري ولا في المدن الكبرى ولا في الصغرى. نقدموا إجابة لواحد من المبادئ الدستورية اللي عندنا في بلادنا اللي هي تكافؤ الفرص، ولاد المغاربة يقراو في ظروف جيدة وممتازة. وطبعا الشق الثالث اللي قلت هو الاستثمار، لأن الاستثمار هو المدخل الأساسي لتوفير الشغل لأبناء المغاربة عبر معالجة عميقة للموضوع. علاش كتأسس؟ كتأسس بالأساس على واحد الإشكال كان مطروح في بلادنا، هو أن الاستثمار يتمركز في مدن معينة وفي جهات معينة ويغيب عن جهات أخرى. رفعنا من الدعم المخصص لهذا الاستثمار في المناطق البعيدة باش تولي الجهات كلها عندها واحد القابلية من أجل استقطاب هذه الاستثمارات وتوفير الشغل لأبناء المغاربة. هذا هو الآن المسار اللي احنا غاديين فيه. بالنسبة للدفتر ديال الضوابط البيداغوجية حتى هو كيدخل في هذا النقاش هذا وغادي يجي إن شاء الله. لكن كاين موضوع واحد آخر اللي كنت كنتمنى أنه تطرحوا لي في السؤال ديالك، هو العلاقة ما بين المدارس الخاصة والأسر. الوزارة عاكفة طبعا معها الفيدراليات ديال الآباء وأولياء التلاميذ عموما اللي يشتغلوا على هاد العلاقة هذه كيفاش نوضحوها باش ما يكونوش. وطبعا الهدف ديالنا الأساسي هو نحقق المعادلة ديال المصلحة ديال التلميذ تكون فوق كل اعتبار. هذه العقد هاد لي كونتخا دابا اللي يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة بخصوصه، الغاية منه الهدف هو أنه تكون فيه نضفي عليه مزيد من الشفافية، مزيد من الوضوح، هو أنه المصلحة ديال التلاميذ تكون حاضرة على مستوى الجودة الأسعار. ملي كيبغي يوقع شي تحول ديال شي تلميذ من مدرسة إلى مدرسة ما توليش موضوع ديال يعني جدال وكذا، وتكون الأمور واضحة من بداية العملية إلى نهايتها. فهذا موضوع الآن اللي كتنكب عليه أيضا الوزارة، وسوف يتم يعني الإعلان عنه قريبا جدا، واللي الهدف كيف ما قلت هو نوضح هذه العلاقات بشكل واضح. وهذا طبعا واحد من التوصيات ديال مجلس المنافسة والحكومة اشتغلت عليه. مواضيع كثيرة اللي جات كترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالموضوع ديال الارتفاعات المؤخرة اللي وقعت في الـ في الـ في الـ يعني في أسعار المحروقات. أولا هذه الحكومة هذه تؤمن بأنه الرفع بالقدرة الشرائية للمواطنين هو واحد من الأولويات ديالها، وكاينه مجموعة ديال الملفات اللي ما غاديش نرجع عليها. كاين ما هو يعني تم التنصيص عليه سواء في قانون المالية السابق أو لا الإجراءات اللي جات من قبيل الدعم الموجه للمهنيين أو لا بعض الإجراءات الأخرى اللي جات في إطار واحد التوجيهات ملكية سامية، خاصة التوجيه الملكي اللي توجه الحكومة بخصوص أنها تخصص واحد 10 مليار لفائدة سلاسل الإنتاج باش الخضار والفواكه توفر في واحد يعني في واحد المستويات اللي تكون يعني معقولة. أيضا المجهود اللي كتقوم به الحكومة وطبعا لتنفيذ البرنامج اللي تيشرف عليه جلالة الملك شخصيا المتعلق بالماء الصالح للشرب والماء ديال السقي، وأنا غادي نرجع للموضوع ديال لوطوروت ديال الماء بين يعني سبو وابي القراق بتفصيل اكثر. دونك هذه مجموعه من الاجراءات اللي قامت بها الحكومه، التخفيضات الضريبيه على مستوى الاستيراد، العمليات كلها اللي قامت بها هذه الحكومه كانت عندها واحد الهدف، هو كيفاش اننا ندعموا هذه الاسر، كيفاش اننا نخفضوا من مستوى التضخم. ولا شفتيو مثلا التقارير كلها اللي نشرتها الاس سي بي كلها كتاكد بانه كان واحد المنحنى ديال الانخفاض على مستوى التضخم. الان الاجراء الجديد هو الدعم الذي سيوجه من جديد لهذه للمهنيين. وطبعا المهنيين حنا كنعرفوا على من كنتكلموا، كنتكلموا على الطاكسيات والطوبيسات، وكنتكلموا على نقل البضائع للاغيار. شكون هما هاد نقل البضائع للاغيار؟ كلكم كتعرفوا هما دوك الناس اللي تيهزوا السلع من اسواق الجمله وتيؤديوها للمجموعه باش نتحكموا في هذه الكلفه. هاد العمليه السنه الماضيه كلفت 5 مليار ديال الدرهم،
خمسة المليار ديال الدرهم هي 500 مليار سنتيم، هذا رقم مهم. الآن العملية الآن تم الإعلان عليها من طرف وزارة النقل، الناس الآن ابتداء من الأسبوع الأول من سبتمبر غادي يبداو يتسجلوا، وسوف يتم صرف هذه الإعانة طبعا بالطريقة اللي كنا كنشتغلوا بها في السنة أو لا في الشهور الماضية. واحد السؤال اللي عاود طرقتي عليه وجف مجموعة ديال الأسئلة ديالكم هو اللي مرتبط بالاتفاق ديال الحوار الاجتماعي 5%. هذا كان موضوع ديال الإفادة قدمها اليوم السيد وزير التشغيل والمقاولة الصغرى في مجلس الحكومة، وتناول الكلمة طبعا وتحدث حول هذا الموضوع من مختلف جوانبه. السيد رئيس الحكومة وجه السيد الوزير التشغيل باش أنه يعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في هذا المجال، اللي هما أولا النقابات، ثانيا هي الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لا سي جو ام، واللي الهدف من هاد اللقاءات هي أولا تقريب وجهة النظر حول هذا الموضوع هذا بشكل عام، وطبعا مع الحرص على أننا ننفذ أن كل طرف ينفذ الالتزامات دياله كيفما وقعنا عليها في ذلك الاتفاق ديال الحوار الاجتماعي. فنبغي نأكد مرة أخرى بأن هذه الحكومة تولي للموضوع الاجتماعي أهمية خاصة وأهمية يعني وأولوية، وكتفهم هاد السياقات كلها اللي تنعيشوا فيها واللي كيعيش فيها العالم واللي عندها طبعا تداعيات على بلادنا. ألوغ السؤال اللي طرحتي يا سي شاكير، هذا عادة هذا من القضايا اللي من اختصاص السلطة القضائية. الآن الموضوع ديال 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 الورش الملكي المهم جدا اللي هو لطور الضلو، اللي هذه سنوات وحنا كنتكلموا عليه، وهذه سنوات وحنا تنسمعوا عليه، ولكن الضروره اليوم في هذه الحكومه كان لها شرف انها تنفذ هذا البرنامج وتنفذ هذا المشروع هذا اللي طبعا بتوجيه ملكي سامي واللي كيندرج في البرنامج الوطني ديال الماء الصالح للشرب ومياه السقي. علاش سبو وعلاش ماشي منطقه واحده اخرى سي رضوان؟ لان منطقه ديال سبو هي منطقه اللي فيها فائض، كاين واحد 400 مليون متر مكعب سنويا كانت كتمشي للبحر، فكان طبيعي جدا انه يتم التفكير في خلق هذه المشاريع هذه باش تربط ما بين المناطق اللي نسبيا فيها واحد النوع ديال الفائض باش تعطي للمناطق اللي ما فيهاش اللي فيها واحد النوع ديال 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 الندره. كان عندنا مشكل على مستوى الدار البيضاء، وكان عندنا مشكل على مستوى الرباط. الحمد لله هذا المشروع هذا اللي مشروع رائد كبير ديال من ديال المغاربه هما اللي غادي يستافدوا منه، وديال المغاربه هما اللي اليوم فرحانين به وهما اللي غادي يشنيو الثمار ديالو، لا على مستوى مواجهه الماء، على مستوى هذا المحور هذا وهذا الحوض هذا ديال الدار البيضاء والرباط، ولا على مستوى مواجهه الاحتياجات ديال 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 بلادنا. إذن كيف ما نأكد مرة أخرى، هذا مشروع ملكي، صاحب الجلالة هو اللي أعطى التوجيهات ديالو لإنجاز هذا المشروع. الهدف منه هو استرجاع كمية المياه المفقودة اللي كانت كتمشي للبحر. شحال تقريبا الآن باعتبارا من 28 غشت 2023، وأنا كنت صرحت في ندوات صحفية سابقة بأن هذا المشروع غادي يكون واجد نهاية الصيف. دونك هذه الحكومة أوفت بالالتزامات اللي كانت خدات. وصل العمل طبعا إلى مستوى متقدم جدا. الآن هذه واحد اليومين قبل ما يمشي السيد رئيس الحكومة لزيارة هذا الورش، كانت تدفق ديال واحد 3 المتر مكعب في الثانية، دابا الآن واحد 6، يعني وصلنا للستة في الثانية، كتعادل تقريبا واحد 400,000 حتى 500,000 متر مكعب سنويا، اللي هو تقريبا نصف الاحتياجات ديال الدار البيضاء والرباط. نصف لي المشروع غادي يمشي باش يوصل ان شاء الله في من يكتمل كله، وهادشي تنقول تقريبا في يعني في حدود اكتوبر ان شاء الله،
في نهايه اكتوبر باش نكونوا اكثر دقه، غادي نوصلوا لمليون متر مكعب يوميا. ملي كتقول مليون متر مكعب يوميا كتكلم على واحد 360 كتكلم على بين 400 و 500، كتكلم على بين 400 و 500 تقريبا. هذا هو الهدف اللي غادي نوصلوا له. 300 ولا 400؟ 360. دونك بين 300 و 400 اللي غادي نقدروا انه توصل لهذا الحوض ديال الدار البيضاء. طبعا المشروع خصو يكتمل ان شاء الله في محطات اخرى باش يوصل، باش نقدروا المياه كلها الموجوده في سد المسيره تمشي لاغراض فلاحيه، والمحور ديال الدار البيضاء والرباط كله يعتمد على هذا المشروع هذا. ونطلب الله مره اخرى انه بلادنا يعني تكون الامطار ان شاء الله في السنه المقبله، لانه بالفعل هذا موضوع اللي اخذ حيز كبير من اشتغال ديال الحكومه، واخذ ايضا حيز كبير من 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 من, من الاعتمادات اللي تخصصت لهذا المشروع. موضوع ديال الدكاتره طرحوا شي واحد من الاخوه، موضوع ديال 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 الدكاتره هذا موضوع اللي انا اعتقد بانه كان موضوع اللي كيتناقش كل مره، وكان دائما العوده للنصوص القانونيه وكذا. النصوص القانونيه الحاليه اللي مطبقه في بلادنا كلها معروفه وكلها كتحدد واحد القنوات معينه من اجل الولوج الى الوظيفه العموميه. فما عرفتش شنو نقدر مازال نزيد في هذا الموضوع. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.